التي أدت إلى ضعف الدولة والإسلام في هذه الفترة التي أتكلم عنها، الابتعاد عن الجهاد وعن التدريب على الجهاد في سبيل الله. وفي الأندلس هم على مقربة من أوروبا ومن الغرب، بل عندهم في الشمال مملكة غربية نصرانية، مملكة ليون، تتربص بهم وتعتدي دائما عليهم. فكان ينبغي دائما أن يكون أهل الأندلس على أهبة الاستعداد لأنهم يتربصوا بهم. تركوا الجهاد تماما. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر رضي الله عنه عند الترمذي وغيره يقول صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه إلا أن ترجعوا إلى دينكم. إذا تبايعتم بالعينة، العينة نوع من البيوع الربوية، نوع من البيوع الربوي، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، أي ركنتم إلى الدنيا، ركنتم إلى الدنيا. أيضا لو أننا فهمنا الحديث فهما خاطئا، هل ذم الإسلام الزراعة وذم تربية المواشي؟ لا، إنما الكلام هو في الركون التام إلى الدنيا وترك الجهاد بالكامل في سبيل الله سبحانه وتعالى. فحذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذا، وبالتالي تركوا الجهاد، وترك الجهاد هذا سيؤدي إلى آثار خطيرة على الأندلس وعلى الإسلام في الأندلس.